السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض مال الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك الدعم للقناة، وأتمنى تضيفوني إخوان الكرام على حسابي بسناب شات. صور الشاشة الآن وضيفني. طبعا زي ما تشوفون اخوان الكرام، هذه كيا كادنزا موديل 2018، فيها نصف السقف بانوراما وارد الخليج. سعر السياره 90,000 ريال، طبعا السعر لا يشمل ضريبه ولا التسجيل. طبعا وارد السياره جمعة الماجد وكيل الامارات، سياره كيا وهيونداي. وطبعا ناخذ جوله سريعه على السياره من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفات المحرك ومواصفات السياره الخارجيه والداخليه. طبعا اخوان الكرام، المحرك اللي هو 3.36 سلندر 3300 سي سي في 6. وبالنسبه للجير فهو جير اوتوماتيك، ست سرعات، توبترونيك، نظام الدفع فهو دفع امامي. نتكلم عن مواصفات السياره الخارجيه. زي ما تشوفون عندكم سقف بانوراما، وعندكم انوار ال اي دي نهاريه. طبعا السياره للاسف ما فيها زنون. عندكم اربع حساسات اماميه، وكشافات ضباب عادية. طبعا في شيء يجي بلاك بيري، صورت لكم بالسابق. والجنط 18، هذا الجنط المتوسط. في شيء يجي 17، في 18، وفي 19. صورت لكم جميع الأشكال، لو تتابعوني يعني يتابعني زين شافها كلها. عندكم زيق الكروم الجانبي، إشارات المرايا، عندكم مقابض الأبواب المطعمة بالكروم. طبعا وعندكم انوار ال اي دي خلفيه، وزي ما تشوفون عندكم كشافات ضباب خلفيه في الشمعتين الخلفيه او الصبين الخلفيات، واربع حساسات خلفيه، ولا ننسى الشكمانين. طبعا اخوان الكرام، السياره دخول ذكي مع تشغيل ذكي، ولا ننسى فيها خاصيه الشنطه الذكيه. وننتقل للمواصفات الداخليه للسياره. طبعا الداخليه اللي معانا هي باللون الاسود، مخمل لون اسود. هذه من الخلف، فتحات التكييفه خلفيه. ونركب داخل السياره ونشوف المواصفات الداخليه. واول شيء نشغل السياره ونقول بسم الله. طب لون السيارة، صوت البوري، طبعا لون التخشيب اللي فيها غامق شوي. داخلية مقاعد لون أسود مخمل. الزجاج طبعا كهربائي، الامامي اوتو لمسه واحده، مرايا كهربائيه بخاصيه الطي الاوتوماتيكي، تحكم في مستوى الاناره الخارجيه بحكم ان السياره ما هي زنون، تحكم في مستوى الاناره الداخليه، فتح تانك البنزين، فتح الشنطه، وجهاز التراكشن. هذا هو دركسون السياره. تحكم بالدركسون، النظام الصوتي، مثبت سرعه، والتحكم بعداد الرحلات اللي يجي شاشه كبيره، طبعا نفس الفل كامل. عندكم جير اف طبعا اف 1 خلف المقود اللي يسمونه الشفت، طبعا هم الجماعه الطيبين. شاشه عاديه، شاشه معلومات مع كاميرا خلفيه. طبعا عندكم برضو نظام رادار صغير، يعني رادار الحساسات فقط اذا حد قرب ولا شيء. زي ما تشوفون هنا يعطيك رسمه للسياره والمجال حول السياره.
طبعا كيف لمس التحكم منفصل بين السائق والراكب. السيارة فيها سي دي مع مدخل يو اس بي ويو اكس برضه موجود هنا. ولا ننسى السيارة هذه الفئة تدعم الشحن اللاسلكي. طبعا لازم جوارك يكون فيه خاصية الشحن اللاسلكي. خلينا نجرب. بسم الله. طبعا شحن الجوال على طول اول ما تحطه هنا. عندكم منفذ طاقة هذا هو، ولا عاد دخل بنفس الوقت. حملت اكواب الاثنين. طبعا عندكم درايف مود بالحساسات طفية شغلة من هنا. التكايب الوسط برضو فيها منفذ طاقة ثاني، بحكم ان السيارة عندكم عفوا للمعلومية منفذ ولاعات الدخان ما يشغل منفذ عادي، يعني ما يشغل الطاقة بس ولاعات الدخان. هذا اللي لاحظته في سيارتي، ما ادري عن هذه. هنا يشغل لك إذا كان يعني جوالك ما يدعم الشحن تستخدم الطريقة هذه. طبعا فيها هذا. عندكم أنوار السقف LED ما شاء الله، شوف صراحة جميل جدا، في كثير مزايا حتى الخلفية LED. لكن الشمسات أظنها عادية، الأنوار هي صفرة. طبعا فيها مراية فيها كل شيء. عندكم مراية تعتيم داخلية، هذه أبرز المواصفات الموجودة بالسيارة. لا ننسى السنتر لوك والتخشيب الجميل الأنيق. صراحة الداخلية الأسود ظالمها شوي، لكن صراحة اللي بياخذها يعني عادي، تقدر تاخذ أسود أنت وتروح تنجدها وتلبسها لون أحمر. للأمانة بيطلع عليها خالع اللون الأحمر، صراحة أشوفها دمار من جد ما شاء الله. لو واحد جاء بس أخذها، بس المرات بقلبها أحمر، بس أهم شيء يشتغل عليها شغل صح، صراحة تطلع إبداع من الداخل، خاصة اللون الأسود، لون يعني يعطي اللون الأحمر حقه. على بعض الناس يروح ياخذ لون، صراحة لون بيج، يروح يطلع مراتب حمراء يطلع الذوق ما شاء الله ما نبقايل، لكن صراحة يعني أذواق. عموما أخوة الكرام، السيارة مواصفتها من سلامة فيها فرامل ABS نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه أبرز المواصفات اللي موجودة بالسيارة. السيارة زي ما قلت لكم السيارة تعتبر نصف فل، لكن اعتقد انها هي اقل درجة بالنصف فل زي ما تشوفون. ده نتكلم يا عشاق الكادنزا، انا قلت لكم الكادنزا الستاندر لحالها 5-6 فئات، النصف فل بيجيك 5-6 فئات، الفل 5-6 فئات. يعني في عندي ستاندر موجودة في المعرض صورتها لكم اخر مقطع، مواصفاتها اكثر من هذه، لكن هذه بس اللهم اللي شافع لها سقف بانوراما وحساسات أمامية. ذيك لا، فيها كشافات ضباب بلاك بيري، فيها طبعا الأنوار الزنون، يعني فيها مواصفات غير عن هذه. فكل شيء الحالة يحطون لها مواصفات. عموما طولت عليكم بالفيديو أخوان الكرام، لا تنسوا تضيفوني على حسابي بالسناب شات، ولا تنسوا تحميل تطبيق معرض مياد الدين، الروابط موجودة تحت. ولا شيء تفتح من روابط ابحث في متجر جوارك معرض مياد الدين وحمل التطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا أخوان الكرام، إذا تحابين أسوي مقارنة بين كيا كادنزا الفئة هذه نصف البانوراما والأزيرة فئة الستاندر، طبعا برضو بانوراما، يعني كلموني واكتبوا بالتعليق وصوتوا له.